بإذن الله إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض في أول جزء من الموديولات اللي عندنا، واللي هو أساسيات الكمبيوتر. أساسيات الكمبيوتر هنشرح مع بعض ويندوز 10 وبيعمل إيه وإيه الأوامر اللي هي فيه. هنشرح كل حاجة بالتفصيل مع بعض. طيب، كنا اتكلمنا امبارح في أول محاضرة على جزء من الأساسيات بتاعتي، وكنا اتكلمنا وقلنا إن دي اسمها أيقونة. اي حاجه موجوده على سطح المكتب اسمها ايكون. فاي امر بعمله على سطح المكتب فبعمله بحاجه اسمها ايكون، ايكونات. طيب، اللي انتم شايفينه ده الديسكتوب او سطح المكتب، ده اللي بيكون ظاهر فيه الايقونات بتاع سطح المكتب، ده اللي بيكون ظاهر فيه التاسك بار او شريط المهام، ده اللي بيكون ظاهر فيه التاريخ والوقت بتاعي، ده اللي بيكون ظاهر فيه لوحه المفاتيح، ده اللي بيكون ظاهر فيه الصوت، بيبقى كل اعدادات الجهاز موجوده في الشاشه قدامك. بداية كده احنا كنا اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت ازاي اعرف خصائص الجهاز اللي عندك. اعرفه ازاي؟ بدور على كلمة اسمها this PC. this PC عندي زرارين، كليك شمال وكليك يمين، كليك شمال وكليك يمين. قلنا علشان اظهر الخيارات بتاعة اي ملف او اي مجلد هضغط كليك يمين، كليك يمين. طيب علشان اعرف مثلا او احدد اي ايقونة عندي كليك شمال، ضغطة واحدة بس. فانا عشان اعرف خصائص الجهاز كليك يمين واختار بارتز او خصائص، وظهرت معايا خصائص الجهاز اللي احنا شرحناها امبارح بالتفصيل. شرحنا اللي هو المعالج والرام والسيستم تايب، وشرحنا الكارت الشاشة. طيب، فبيجي لك سؤال في الامتحان الدولي بيقول لك اعرف لي خصائص الجهاز اللي عندك. بيسألك سؤال مثلا اعرف لي نوع النسخة اللي عندك، طب اعرف لي المعالج اللي عندك من الجيل الكام، اعرف لي الرام عندك حجمها كام. فده كله بعمله من فين؟ من زيز بي سي او خصائص الجهاز، واختار اللي هو كليك يمين على زيز بي سي واختار بروبرتيز او خصائص. طيب كويس خالص لحد الان. دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نكبر ونصغر ايقونات سطح المكتب. فانا هضغط كليك يمين على سطح المكتب. احنا قلنا ليه كليك يمين؟ لان كليك يمين بيظهر معايا الخيارات، فظهر معايا هنا كذا اوبشن، فانا عايز اكبر واصغر ايقونات سطح المكتب. هروح على امر اسمه فيو واختار كلمه اسمها اللارج ايكون، لارج ايكون، فكبر معايا ايقونات سطح المكتب. طيب انا عايز اصغرها، كليك يمين على سطح المكتب واختار فيو واختار منها ميديوم ايكون، ايقونات متوسطه. طيب ده لو عايزها متوسطه. طب عايز اصغرها خالص، كليك يمين على سطح المكتب واختار فيو واختار منها سمول ايكون. فالوضع الطبيعي بتاع اللي هو الميديوم ايكون. يبقى علشان اكبر واصغر ايقونات سطح المكتب، علشان اكبر واصغر ايقونات سطح المكتب، تمام، عندي ثلاث خيارات. كليك يمين على سطح المكتب واختار اول امر عندي اللي هو فيو او عرض، فيو او عرض. وعندي ثلاث خيارات اللي هو اللارج ايكون، الميديوم ايكون، السمول ايكون. عايز اخليها كبيره هختار اللارج ايكون، عايز اخليها متوسطه هختار الميديوم ايكون، عايز اخليها صغيره اختار سمول ايكون. طيب انا دلوقتي عايز اخفي الايقونات بتاعه سطح المكتب. الايقونات دي انا عايز اخفيها. اخفيها ازاي؟ هضغط كليك يمين على سطح المكتب واختار امر اسمه فيو، فيو او عرض. نفس الامر لسه احنا ما طلعناش منه. هتنزل تحت شوية هتلاقي متعلم علامة صح على كلمة اسمها شو ديسكتوب ايكون، اظهار ايقونات سطح المكتب، اظهار ايقونات سطح المكتب. فهو طالما متعلم عليها علامة صح معناه ان هي ظاهرة. طب انا مش عايز اظهرها، انا عايز اخفيها. اروح اشيل علامة الصح، اشيل علامة الصح. طيب تاني اظهرها ازاي؟ اروح اعلم علامة صح على شو ديسكتوب ايكون. انا دلوقتي عايز احرك الايقونة بتاعت مثلا المتنوع، كليك شمال عليها واسحب، اهو بتتحرك.
بحركها في أي مكان أنا عايزه. طيب تعالوا كده نحرك دلوقتي، مش عايز يتحرك. ليه؟ أهو مش عايز يتحرك بره الترتيب اللي أنا عامله أهو. ليه؟ لأن أنا لما جيت أضغط كليك يمين على سطح المكتب وأختار فيو وأعلم علامة صح على الأوتو الرينج أيكون، هيحافظ معايا على الترتيب التلقائي. يعني إيه بيحافظ معايا على الترتيب التلقائي؟ يعني أيقونات سطح المكتب زي ما هي مترتبة كده هيحافظ عليها. طب لا، أنا مش عايزه يحافظ عليها، هروح أشيل علامة الصح من الأوتو الرينج أيكون. تعالوا كده نحرك. حرك ازاي؟ كليك شمال على اي ايقونه واسحب، ما اشيلش ايدي من كليك شمال اهو، حركتها. ده بيجيب لك سؤال في الامتحان الدولي بيقول لك ايه؟ بيقول لك حرك الايقونه الى اعلى يمين الصفحه. فين اعلى يمين؟ انا عايزها هنا فوق. بقى ده خدت الايقونه حركتها اعلى يمين الشاشه اللي عندك. طب لو مش عايز يتحرك، يبقى هنا متعلم علامه صح على الاوتو الرينج ايكون. دلوقتي شايفين ما بين كل ايقونه والتانيه في مساحه فاضيه، هل اقدر في النص اجيب ايقونه ما بينهم؟ لا. طيب عايز اخلي الايقونه دي اخليها تيجي هنا في النص عادي، هنا هنا في اي مكان انا عايزه، اعمل ايه؟ في حاجه عندك اسمها الاين ايكون تو جريد، ده بيحافظ معايا على المحاذاه. يعني ايه المحاذاه؟ يعني المسافة ما بين كل أيقونة والتانية، يعني كل أيقونة والتانية المسافات ما بينهم متساوية. تعالوا كده نشيل علامة الصح من Align Icon to Grid ونجيب الأيقونة دي نخليها في النص، اتحطت في النص. نجيب دي نخليها هنا في النص، اتحطت هنا أهو، تتحط دي تتحط. فمعنى كده إن حتة المحاذاة ما عملش عملية محافظة على المحاذاة بتاعتي. طيب طب عشان احافظ عليها هروح اعلم علامة صح من الالاين ايكون تو جريد، اهو حافظ معايا على المحاذاة بتاعتي. ده بالنسبة لامر فيو بالكامل. الامر ده لو جه سؤال فيه، لو جه سؤال واحد بس، كبر وصغر ايقونات سطح المكتب. السؤال الثاني اللي بيجي فيه حرك الأيقونة إلى أعلى يمين الصفحة، وبيكون معلم علامة صح على الأوتو أرينج. فهتيجي أنت تتحرك مش عايز يتحرك معاك. ليه؟ لأن هو معلم علامة صح على الأوتو أرينج. لكن طالما شال علامة الصح فممكن أحرك زي ما أنا عايز. ممكن يجي سؤال ثالث، قم بإخفاء أيقونات سطح المكتب. من فين؟ من شو ديسكتوب أيكون. من شو ديسكتوب أيكون. ده بالنسبة لأمر فيو. قبل ما ادخل على الامر اللي بعده، هل الصوت واضح للناس ولا لا؟ زائد هل في اي مشكله في اللي انا شرحته لحد دلوقتي؟ الدنيا تمام؟ اكمل؟ تمام الحمد لله، تمام كويس. فالامتحان الدولي هنا في بالنسبة للجزئية بتاعت الفيو هو مش بيركز على حاجات كتيرة فيه، هو بيركز على ازاي تكبر وتصغر ايقونات سطح المكتب، ازاي تحرك الايقونة، وازاي تخفي ايقونات سطح المكتب. ساعات بيجيب التلات اسئلة وساعات بيجيب سؤال واحد من التلاتة. بمعنى الاسئلة بتتكرر هي هي في الامتحانات، بس بتلاحظ ان مثلا انا دلوقتي كمحمد دخلت امتحنت جالي 36 سؤال، واحد تاني زميلي مصطفى دخل امتحن هيجي له نفس ال 36 سؤال، بس بدل ما السؤال الاول بيجي لا السؤال العاشر بيجي، يعني بيلخبط في الاسئله. ده غير ان كمان بتلاقي فيه اسئله متغيره تماما، يعني مش بيحط لك الامتحان هو هو، يعني بتلاحظ ان في 15 سؤال متغيرين مثلا او 10 اسئله، لكن باقي الامتحان او الشكل العام بتاع الامتحان بيكون واحد. ده بالنسبه للجزئيه الاولى بتاعت امر فيو. طيب لو جاب لي سؤال في الامتحان وقال لي قم بترتيب ايقونات سطح المكتب بواسطه الاسم، يعني هترتبها لي مثلا من الاي للزد او من الزد للاي،
طالما قال لك قم بترتيب ايقونات سطح المكتب فاختار حاجه اسمها سورت باي. سورت باي يعني ترتيب بواسطه. هو قال لي رتب بواسطه ايه؟ قال لك رتب بواسطه الاسم. اروح اختار من هنا نيم او الاسم. هتلاحظ هنا بيرتب من الايه لحد ايه؟ لحد الزد. يعني هذا اهو الايه الجي الام الاس وهكذا. في لخبطه شويه، تعالوا كده نروح تاني في السورت باي، نختار النيم رتب من الدبليو. تعال مثلا نختار نيم تاني رتب من اول حرف. هنا في ايقونات ما لعبش فيها ليه؟ لان الايقونات دي موجوده اصلا مع الجهاز. اي حاجه في الدنيا تخص البرامج بتنقسم الى اتنين، حاجه اسمها البيلت ان وحاجه اسمها السيت اب. البرامج بينقسم الى اتنين، البيلت ان والسيت اب. طيب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ دي انواع البرامج اللي عندك. فالبرامج بتنقسم الى اتنين، البيلت ان والسيت اب. البيلت ان هي البرامج اللي انا ما بقدرش احذفها، اللي هي بتنزل اصلا مع الجهاز زي الاله الحاسبه. هل بقدر ان انا احذف الاله الحاسبه؟ لا. هل اقدر ان انا احذف الرسام؟ برضو لا. هل اقدر ان انا احذف زيز بي سي؟ برضو لا. ليه؟ ان الحاجات دي نازله اصلا مع الجهاز، حاجات ما اقدرش ان انا احذفها، ما اقدرش ان انا اشيلها من الجهاز. اما السيت اب هي البرامج اللي انا بقدر احذفها، يعني البرامج اللي انا بثبتها، اي برنامج انا بثبته ممكن يتحذف بكل سهوله، زي الوورد، الباوربوينت، الاكسل، فوتوشوب، الانستريتور، الانديزاين، دي كلها برامج انا بثبتها. اي برنامج انا بنزله بنفسي وبثبته فده ممكن احذفه، فبسميه سيت اب، اللي هو البرامج اللي بقدر احذفها. اما البيلت ان هي البرامج اللي انا ما بقدرش احذفها اصلا. دي انواع البرامج اللي عندك، ده الفرق ما بين البيلت ان والسيت اب. معنى كده ان الحاجات اللي هي البيلت ان مش بيدخلها من ضمن الترتيب، مش بيدخلها من ضمن الترتيب. طيب انا لو عايز ارتب كمثال بواسطة الحجم، يعني الاسم بيرتب لك. انا مفترض دلوقتي اخترت الاسم اهو، اول مره هختار الاسم، فاول مره هيرتب من الايه للزد. طيب رحت على السورت باي واخترت النيم بس للمره الثانيه، هيعكس بقى المره دي، هيرتبها لك من الزد للايه. طيب بالنسبه للحجم السايز، هل بيرتب من الاصغر للاكبر ولا من الاكبر للاصغر؟ هنشوف دلوقتي. احنا قلنا علشان اعرف خصائص اي ملف او اي ايقونة او اي مجلد عندي بعمل ايه؟ هضغط كليك يمين على الحاجة اللي عايز اعرف الخصائص بتاعتها، واختار كلمة اسمها properties او خصائص. فانا دلوقتي اول ملف عندي عايز اعرف حجمه قد ايه، كليك يمين عليه واختار properties او خصائص، فدور هنا على كلمة اسمها سايز. اهو قال لك السايز الحجم بتاعه 1.31 ميجا بايت. طيب تعالوا كده في الاخير ده نشوف حجمه ايه. تعالوا هنا مثلا في النتورك بيظهر معاك الخصائص. هتلاحظ ان الحاجات الخاصه بالبيلت ان مش بيظهر لك ليها احجام، الحاجات الخاصه بالبيلت ان هذه مش ظاهر لها حجم، دي مش ظاهر لها حاجه. طب تعالوا كده نشوف ده اللي انا منزله اهو، ظهر بروبرتس جنرال بيقول لك حجمه ايه 1.0 او 1.08. طيب هنا قال لك كيلو بايت، معنى كده ايه؟ معناها ان حجم ده اقل من اللي فوق، معناه ان هو رتب من الاكبر للاصغر. ليه؟ لان الميجا بايت اكبر من الكيلو بايت. عندك وحدات التخزين،
أكبر وحدة تخزين هي التيرا بايت. تيرا بايت أكبر وحدة تخزين هي التيرا بايت. طيب الأصغر منها الجيجا بايت. طيب الأصغر ميجا بايت، الأصغر كيلو بايت، بعد كده البت، بعد كده البت. أي ملف فاضي هتلاقي السايز بتاعه والحجم بتاعه بالبايت. طيب البت بيكون 8 من البايت، البت 8 من البايت. طيب الكيلو بايت بيساوي إيه؟ بيساوي 1024 بت، يعني الكيلو بايت قد البت 1000 مرة. طيب الميجا بايت بيساوي 1000 مرة أو 1024 من كيلو بايت. يعني خلينا ماشيين واحدة واحدة، التيرا بايت بيساوي إيه؟ بيساوي 1000 أو 1024 جيجا بايت. طيب الجيجا بايت 1000 ميجا بايت. طيب الميجا بايت بيساوي 1000 كيلو بايت من الوحدة الأصغر منها. طيب الكيلو بايت بيساوي 1000 أو 1024 بت. طب البت بيساوي إيه؟ بيساوي 8 بايت، بيساوي 8 بايت. طب البايت بيساوي صفر أو واحد؟ صفر أو واحد، يعني الملفات الفاضية. يعني معنى كده إن الواحد تيرا في كم جيجا؟ في 1000 جيجا بايت. يعني أنا قلت لك الهارد بتاعي 1 تيرا بايت، معناه إن هو فيه 1000 جيجا بايت. طب دي إيه؟ دي الأحجام بتاعت كل ملف، أحجام كل ملف، تمام؟ دي اللي هي وحدات التخزين. طيب احنا قلنا علشان ارتب ايقونات سطح المكتب من الاكبر للاصغر بواسطه الحجم سورت باي هختار سايز. طيب لما اختار السايز المره الثانيه هيعكس المره دي اهو، هيرتب بقى من ايه؟ من الاصغر للاكبر. نفترض دلوقتي أنا أنشأت ملف أكسس وأنشأت سيل وأنشأت وورد وأنشأت الباوربوينت، رحت عملت تاني مثلا فين؟ ادي الوورد، ورحت انشأت تاني وورد، انشأت مثلا اكسل سيل اهو، أنا آسف، أشكرك يا هندسة، أشكرك، يعني أنا آسف إن أنا يعني غلطت في النقطة دي، أشكرك يا باشمهندس محمد، بعتذر تاني. هي الأول الوحدة الصغيرة اللي هي البت، أنا بعتذر مرة تاني، تمام؟ أنا آسف، أديت بايت يساوي 8 بت. أشكرك يا باشمهندس محمد تهامي، أشكرك هندسة. أنا آسف مرة تانية، البت هي الوحدة الصغيرة، البت صفر أو واحد، البايت بيساوي 8 بت، والكيلو بايت زي ما إحنا قلنا يساوي 1000. ألف بايت، والميجا بايت تساوي 1000 كيلو بايت، والجيجا بايت تساوي 1000 ميجا بايت، والتيرا بايت بيساوي 1000 جيجا بايت. يبقى بت بايت، كيلو بايت، ميجا بايت، جيجا بايت، تيرا بايت، اصغر واحد عندك اللي هو البت. هل في وحدات اكبر من التيرا بايت؟ في الهكسا، وفي وحدات تانية اكتر منها، بس هو جهاز الكمبيوتر عموما
بيتعامل بأكبر وحدة تخزين ممكن تتعامل بيها، اللي هو التيرا بايت. تيرا بايت دلوقتي انا قلت لك رتب لي ايقونات سطح المكتب على حسب نوع الملفات، على حسب نوع الملفات، يعني يخلي لي مستندات الوورد تحت بعضها، يخلي لي ملفات الباوربوينت تحت بعضها، يخلي لي ملفات الاكسل تحت بعضها، وهكذا. فانا هرتب على حسب ايه؟ هرتب على حسب نوع الملف. ازاي؟ احنا قلنا الترتيب، كليك يمين على سطح المكتب واختار كلمة اسمها سورت باي. سورت باي، طالما قلت له انا عايز ارتب على حسب نوع الملف يبقى هختار ايتم تايب. ايتم تايب، تعالوا كده نختار ايتم تايب. بصوا ايه اللي حصل، خلى لي مستندات الوورد تحت بعضها، خلى لي الباوربوينت تحت بعض، خلى لي البي دي اف تحت بعض، خلى لي الاكسل تحت بعض، خلى لي الفولدرات تحت بعض. معنى كده ان هو حافظ لي على ترتيب من حيث النوع. انا كملف انا عايز ارتب الايقونات بتاعت سطح المكتب على اساس النوع، تمام؟ كليك يمين سورت باي واختار الايتم تايب. ايتم تايب، انا مش محتاج الملفات دي خلاص، صح؟ طيب المرة دي أنا عايز أرتب على حسب تاريخ التحديث. يعني إيه تاريخ التحديث؟ يعني من الأحدث للأقدم أو من الأقدم للأحدث. هروح أضغط كليك يمين على سطح المكتب وأختار حاجة اسمها سورت باي. إحنا طالما اتكلمنا على ترتيب يبقى سورت باي ترتيب بواسطة تاريخ التحديث، أحدث ملف لأقدم ملف، أو العكس صحيح، من الأقدم للأحدث. أقرب حاجة الناس اللي بتعمل السي في، إن شاء الله بإذن الله يعني كده في نهاية المنحة لما نكون خلصنا شغل كتير، حاجة مني ليكم إن شاء الله، هنتعلم مع بعض إزاي نكتب السي في بالتفصيل الممل، هنتعلم مع بعض جزء الانترفيو، إزاي تعدي الانترفيو برضو بكل بساطة وبكل سهولة، لما تيجي تعمل برزنتيشن أو عرض تقديمي، ده كله إن شاء الله في النهاية هنتعلمه. فاللي خلانا نتطرق للنقطة دي إن في السي في لما تيجي مثلا تكتب الخبرات بتاعتك بتكتبها من الأحدث للأقدم وليس من الأقدم للأحدث. طيب عشان كده أنا هضغط كليك يمين وأختار سورت باي وأروح أختار حاجة اسمها الديت موديفايد. ديت موديفايد تاريخ التحديث، فحدث معايا من أحدث ملف لحد أقدم ملف، يا إما العكس صحيح لما أجي أختارها تاني مرة من الأقدم للأحدث. يبقى كده فيو ما فيهاش اي مشكله. تكبير وتصغير ايقونات سطح المكتب بيحافظ لي على الترتيب التلقائي، بيحافظ لي على المحاذاه لو عايز اخفي او اظهر ايقونات سطح المكتب. اما السورت باي اللي هو بيرتب لي الايقونات بتاعه سطح المكتب على الاساس اللي انا هختاره، سواء كان الاسم او الحجم او نوع الملف او تاريخ التحديث. طيب الجهاز انا لسه فاتحه وعايز اعمل له زي عمليه انعاش او تحديث او ريفريش، وبختار كلمه ريفريش. طيب لحد الان مفيش اي ادنى مشكله. طيب اتكلمنا برضو امبارح على، طالما قلت لك انشئ لي انشئ اي حاجه في الدنيا، هتلاقي مثلا الناس اللي بتستخدم الوورد، اللي بتستخدم الباوربوينت، اللي بتستخدم الاكسل، الناس اللي بتستخدم الويندوز 10، الناس اللي هي بتستخدم البرامج الهندسيه، الناس اللي بتشتغل فوتوشوب، اي حاجه هتلاقي اوامر كتيره قريبه من بعض. كلمه انشاء في البرامج دي كلها اللي في الدنيا اسمها نيو. نيو، انشئ ملف جديد في الوورد، هروح على قائمه نيو، امر نيو. الباوربوينت امر نيو، اكسل امر نيو، فوتوشوب نفس القصه، البرامج الهندسيه زي الاوتوكاد والريفت نفس القصه. فنيو بينشئ لي مجلد جديد، او بينشئ لي صفحه عمل جديده، او بينشئ لي ملف جديد. فلو قلت لك انشئ لي مجلد جديد، نركز على كلمه مجلد. يعني ايه مجلد؟ انا هنشئ مجلد جديد.
طيب اولا انا عايز اعرف ايه الفرق ما بين المجلد وما بين الفايل. احنا قلنا ملف التشغيل ده اسمه فايل، ليه ده يعتبر ملف تشغيل بالنسبه لي؟ هل اقدر اجيب المجلد ده احطه داخل ملف التشغيل؟ لا. فبالنسبه لي الفولدر ده اسمه فولدر، اما ده اسمه فايل او ملف. الفايل ده بالنسبه لي ملف تشغيل، ما بقدرش احطه جواه اي ملف تاني. اما الفولدر او المجلد انا بقدر اخزن جواه كل حاجه انا عايزها. اقدر اخزن جواه ملف، اقدر اخزن جواه مثلا صور، اقدر اخزن جواه ميوزك، اقدر اخزن جواه فيديوهات، اي حاجه عايز اخزنها ممكن اخزنها داخل الفولدر او المجلد. طب رحت انا فتحت الفولدر او المجلد، تعالوا كده نفتح مثلا اي فولدر او مجلد، جيت فتحت مثلا واحد زي ده، فلقيت جواه برضو هنا في ايه، في فولدرات تانية. فالخارجي بالنسبة لي اسمه فولدر اللي هو المجلد الرئيسي، اما الفولدر الداخلي اسمه السب فولدر، المجلد الفرعي. طب ايه الفرق ما بين الرئيسي والفرعي؟ زي كده الشجرة، الشجرة بيطلع منها كذا فرع، كذا برانش. فالبرانش بالنسبة لي او الفرع بالنسبة لي هو السب فولدر او المجلد الفرعي، اما الشجرة نفسها فهي بالنسبة لي الفولدر او المجلد الرئيسي، هي اللي بيتفرع منها مجموعة فولدرات تانية. فدي بالنسبة لي فولدر، اما ده اسمهوش فولدر، ده اسمه السب فولدر. طيب اللي بره ده اسمه ايه؟ اسمه درايف او قطاع. ده بقى اللي بشيل جواه كل حاجة خاصة بالجهاز، بشيل جواه الفولدر، بشيل جواه فايل، بشيل مثلا جواه صور، بشيل جواه ملفاتي، اي حاجة ممكن تتوقعها تلاقيها موجودة داخل الدرايف. الدرايف اللي هي التقسيمة الحقيقية للجهاز بتاعك. انا الهارد بتاعي كمثال 1 تيرا، فانا بوزع ال1 تيرا على القطاعات اللي عندي 1000 جيجا. فانا عايز عندي 3 قطاعات هوزع ما بينهم الهارد بتاعي. انا هنا حاطط كام مثلا؟ هتلاقي مثلا 424 اهو، وهتلاقي هنا 507. لما تيجي تجمعهم على بعض هيديك 931 جيجا بايت. طيب ال 69 الفاضلين، ال 69 الفاضلين عمر ما هو الجهاز هيسمح لك ان انت تخزن الواحد تيرا بالكامل، هو لازم يسيب مساحه فاضيه، لان انا لو جيت ضغطت على الهارد بتاعي زياده عن اللزوم هتلاقي الهارد اتحرك معاك. فهو بيسيب لك مساحه فاضيه علشان على الاقل يبقى في منفذ تهويه. بمعنى انا لما اكون موجود في غرفه، الغرفه دي ما فيهاش شبابيك خالص وقافل على نفس الباب، فانا من كتر ما انا قافل على نفس الباب ومفيش منفذ تهويه فانا هتخنق، انا مش لاقي منفذ تهويه يدخل لي مني التهويه بتاعتي. زي الناس اللي بتشتغل برضو في التكييف، في حاجه اسمها منافس تهويه، مخارج هواء. طب ليه بيعمل الكلام ده؟ عشان يبقى في منفذ يخلي الاله بتاعتي او يخلي الجهاز بتاعي يتنفس. نفس القصه هنا، فلازم يسيب لك مساحه فاضيه عشان يخلي الجهاز او الهارد بتاعك يتنفس. طيب هنا بيقول لي ايه؟ 91.9 جيجا بايت فري، يعني الفاضي عندك كام؟ 91.9 جيجا بايت، ده الفاضي عندك. هنا الفاضي كام؟ 26.1 جيجا بايت فري، معناها ان الفاضي عندك كام؟ 26.1. هنا بيقول لك الفاضي 91.9 من اصل كام؟ من اصل 24. ده اللي هو الفرق ما بين الفايل والفولدر والصف فولدر ودرايف او القطاع. طيب لو قلت لك انشئ لمجلد، كليك يمين واروح اختار نيو او انشاء، واختار حاجه اسمها فولدر او انشاء مجلد، واكتب الاسم مثلا اللي انا عايزه. ادي كتبت الاسم ودوست انتر.
طيب هل في اختصارة للرينيم او عادة تسمية؟ F2، F2 هتلاقوا في اجهزة الكمبيوتر المكتبية F2. انا لو واقف على مجلد بالشكل ده ودست على F2 بالشكل ده هيقول لي اكتب الاسم اللي انت عايزه او اعمل لي رينيم او اعاده تسميه. في بعض اللابات مش هيعمل F2 لوحده، هتلاقي فيه زرار من تحت اسمه الاف ان، زرار الاف ان، فالاف ان مع الاف 2 هيعمل لك اعاده تسميه. اهو الزرار ده اف ان، اف ان، وتختار اف 2 هيعمل لك اعاده تسميه. طيب لو قلت لك انشئ لي مجلد فرعي، طالما قلت لك فرعي فانت بتختار المجلد الرئيسي اللي عندك تفتحه وتدخل جواه تنشئ المجلد الفرعي بنفس الطريقة. فده بالنسبة لمجلد فرعي. طيب لو قلت لك انشئ لي مستند وورد، كليك يمين على سطح المكتب واختار نيو ثم اختار مايكروسوفت وورد دوكومنت. هتلاحظ احنا امبارح اتكلمنا على موضوع الامتدادات اللي هو الدي او سي اكس. الامتداد هو اللاحقة او هو المسؤول عن تشغيل البرنامج، يعني من غيره البرنامج مش هيشتغل. تعالوا كده هتلاقوا الامتداد، هتلاقوه بعد الدوت، بعد النقطة اهو. لو جيت شلته او مسحته ورحت دست انتر، فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت متأكد ان انت عايز تغير الملف ده؟ عايز تغيره؟ ماشي هغيره، هدوس يس. هتلاقي الملف عندك اتحول لورقة بيضاء، فكده اصبح غير صالح للاستخدام. تعالوا كده ننشئ مثلا باوربوينت برزنتيشن، فراح قال لك الامتداد بتاعه البي بي تي اكس، يعني هو بيسأل في الامتحانات الدولية على الامتدادات اهو البي بي تي اكس. طيب تعالوا كده ننشئ مثلا شيت اكسل، الامتداد اكس ال اس اكس. طيب تعالوا ننشئ اكسس اهو، فالامتداد بتاعه الاي سي سي دي بي، ده الامتداد بتاع الاكسس. فالامتدادات بالنسبة لي مهمة جدا أنا أكون عارفها. هناخدها كمان شوية لأن مش هتكون ظاهرة هي عند أغلب الناس، يعني هدي معلومة سريعة وبعد كده هشرحها بالتفصيل كمان شوية. كليك يمين على التاسك بار، تاسك بار شريط المهام اللي من تحت، وهتدور على كلمة اسمها الشو تاتش كيبورد بوتن، يعني هتظهر لي لوحة المفاتيح، علم عليها علامة صح. هتدور من تحت في التاسك بار هتلاقيها موجودة. تمام. الامتدادات بالنسبة لي مهمة جدا، الامتدادات مهمة، يعني لو قلت لك الوورد امتداده ايه؟ الوورد امتداده دي او سي اكس، ده امتداد الوورد. طيب الباوربوينت الامتدادات مهمة جدا لأن بيسأل عليها في الامتحانات الدولية، البي بي تي اكس ده امتداد الباوربوينت. طيب الاكسل امتداده الاكس ال اس اكس او اكس ال اس، بس الباوربوينت ممكن برضو يكون البي بي تي. تمام. الوورد ساعات بتلاحظوا تلاقيها دي او سي بس. طب ده اختصار الدوكومنت او مستند. عندك مثلا الاكسس امتداده الاي سي سي، الاي سي سي دي بي، ده امتداد الاكسس. طيب امتداد الاوتلوك الام اس جي، ام اس جي. طيب امتداد الميوزك
الموسيقى عموما بسري. طيب امتداد الفيديوهات MP4. MP4. طيب امتداد الصور، في 3 امتدادات للصور، ايه هما الثلاثة؟ عندك جي بي جي، وعندك البي ان جي، وعندك الجيف. هل في امتدادات تانية؟ في امتدادات كتيرة تانية. فالجي بي جي والبي ان جي الفرق ما بينهم ايه؟ انا لو عايز احفظ صورة بدقة عالية، ريزوليوشن عالي، فبختار الامتداد الجي بي جي. انا عايز انزل الصورة على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل الاجتماعي، جي بي جي. طب انا لو عندي صورة وعايز احفظها من غير خلفية، يبقى البي ان جي. البي ان جي بيكون الدقة بتاعت الصورة قليلة عن الجي بي جي، زائد ان البي ان جي بيشيل الخلفية بتاعت الصورة. يعني انا لو متصور ورايا خلفية فهو بيشيل الخلفية بتاعتي. طيب الجيف اللي هي الصور المتحركة، اللي هو كمثال عليها اللي هو الاستيكر بتاعت الواتساب، اكون بتكلم مع حد فبيبعت لي استيكر، فدي اللي هو الجيف او الصور المتحركة. دي اهم امتدادات موجودة عندك، دي من اهم الامتدادات لازم تكون عارفها. نصغر الخط شوية. امتدادات دي بيسأل عليها سؤال في الامتحان الدولي، بيسألك مثلا امتداد او يستخدم كلاحق للفيديو. يعني كلمة لاحق، لاحق يعني امتداد، يبقى اللي هو MP4. MP4 ده اللي هو الامتداد بتاع الفيديوهات. الجي بي جي هو جي بي جي، هو بس هي اسمها الجي بي اي جي، هنقولها جي بي جي، جي بي جي. تمام، سواء شلت الاي او حطيت الاي، هي واحد، الاثنين نفس الامتداد. ده بالنسبة لامتدادات البرامج اللي عندي. طيب اي مستند في الدنيا، اي مستند في الدنيا، اي مستند في الدنيا، ده الامتداد بتاعه، مش شرط الورد بس، اي حاجة تخص المستندات. طيب اي حاجة تخص العروض التقديمية هتلاقيها دي الامتداد بتاعها، البي بي تي اكس والبي بي تي. اي حاجة تخص الجداول الالكترونية وتخص المعادلات هتلاقي ده الامتداد بتاعها، الاكس ال اس اكس، اكس ال اس اكس، واكس ال اس. طيب لو قلت لك مثلا امتداد بالشكل ده، الدي او سي ام، ده امتداد ايه؟ احنا قلنا الدي او سي، الدي او سي اكس، الدي او سي ام، اي حاجه تخص المستندات، اي حاجه، دي امتدادات كلها تخص المستندات. فالدي او سي ام هو خاص ببرنامج الوورد، بس البرنامج الوورد الخاص بالبرمجه، وورد ماكرو، برنامج وورد خاص بالماكرو، الماكرو اللي هو حاجه تخص البرمجه. فورد ماكرو اهو الامتداد بتاعه الدي او سي ام، دي او سي ام. دي بالنسبة للامتدادات المهمة اللي بالنسبة لي. طيب عندك هنا بعد كده حاجة اسمها انفيديا كنترول بانل، ده اسم كارت الشاشة بتاعي، ده اسم كارت الشاشة، وهنعرف نجيبه بطريقة تانية. تمام. هنا عندك حاجة اسمها ديسكتوب ايكون لي اوت، من اسمها لي اوت معناها تخطيط، يعني الشكل العام بتاعه. تعالوا كده نختار من الديسكتوب ايكون لي اوت، معناها التخطيط بتاع ايقونات سطح المكتب. لو قلت له ريستور ايكون لي اوت، هيعمل لي استعادة للتخطيط القديم. نركز على ايقونات شكلها يبقى ازاي؟ اهو الشكل القديم بتاعها كان بالشكل ده، عشان دوست كلمة ريستور او استعاده. طيب انا دلوقتي رتبت الايقونات بتاعت سطح المكتب سي بشكل معين، انا رتبتها بالشكل ده، اختار الشكل اللي انت عايز ترتب عليه اهو، تحط مثلا ماي كمبيوتر الاول، تحطه في الاخر. طيب انا عايز احفظ
بنفس التخطيط ده، كليك يمين واختار ديسكتوب ايكون لي اوت، واختار كلمة اسمها سيف ايكون لي اوت. احفظ لي التخطيط ده، دوست على سيف، حفظ كده التخطيط ده اللي عندك كده، حفظ لك التخطيط. طيب تعالوا كده نختار الاختيار الثالث اللي هو اللانش ري ايكون. اي فظهر معاك هنا التخطيطات اللي انت كنت حافظها. تعالوا كده، انا التخطيط ده مش عاجبني، عايز احذفه. شايفين علامة السلة بيحذف، السلة بيحذف. طيب العلامة اللي جنبها بيعمل حفظ، طيب فايل برضو حفظ وبيعمل لي ريستور استعادة. لا انا عايز احذفهم كلهم اهو من علامة السلة، السلة بيحذف. كليك يمين ديسكتوب ايكون لي اوت، الامر ده موجود بس في ويندوز 10. ويندوز 10 هقول له انا عايز احفظه على التخطيط ده، اقول له ايه؟ سيف ايكون لي اوت. وعشان اشوف ايه التخطيطات اللي انا حفظتها بختار حاجه اسمها اللانش ري ايكون اهي، ده التخطيط. طب انا عايز اغير اسمه، اضغط عليه ضغطتين كليك شمال، ضغطتين كليك شمال، يا اما كليك يمين واختار حاجه اسمها رينيم او اعاده تسميه، واكتب مثلا الاسم اللي انت عايزه. اكتب مثلا التخطيط النهائي، التخطيط النهائي، واقول له انتر اهو، حفظه لي بالاسم اللي انا عايزه. عايز احذفه من ديليت او حذف، ديليت او حذف. لحد الان في اي مشكله مع الناس؟ الدنيا الامور بسيطه. اتمنى احنا ماشيين حته حته، يعني الحاجات دي كلها مش بتاخد في الشرح مثلا 10 دقائق او ربع ساعه بالكتير، بس احنا ماشيين حته حته عشان برضو اللي بيستخدم الكمبيوتر لاول مره يكون فاهم الدنيا ماشيه ازاي. ولحد الان حد عنده اي مشكله؟ ويندوز 11، هنتكلم على موضوع ويندوز 11 لان ويندوز 11 فيه تحديثات تانية. في بعض الاوامر مش هتلاقيها في ويندوز 11، وفي بعض الاوامر مش هتلاقيها في ويندوز 10. ليه؟ ويندوز 11 فيه اوامر كتيره اتلغت ما بقتش موجوده، في ويندوز 10 فيه اوامر موجوده في ويندوز 10 مش موجوده في 11، وفي اوامر موجوده في 11 مش موجوده في 10. ما هو الفولدر اللي هو المجلد، الفولدر المجلد بتاعي اللي هو عامل زي شكل الكتاب اللي انا بخزن جواه ملفات تانية، ده الفولدر، ده الفولدر. اما ده اسمه صاب فولدر، ده حاجة فرعية منه. طيب الشورت كات، الشورت كات انا هاخدها لسه، زي البيست شورت كات، زي مثلا كوبي شورت كات، وهكذا. انا دلوقتي دخلت كمثال، دخلت هنا في الدرايف وعايز اخد نسخه من ده. احنا قلنا علشان احدد اي ملف اعمل ايه؟ هضغط عليه ضغطه واحده بس كليك شمال. طيب علشان اظهر الخصائص بتاعته كليك يمين. فانا عايز اظهر الخصائص بتاعته، هضغط كليك يمين على الفولدر. انا عايز اخد نسخه مني. طب ايه هنا بيدل على كلمة نسخ؟ كوبي، كوبي اللي هو نسخ، دوست عليها، دوست على كوبي او نسخ، واروح اختار المكان اللي انا عايز انسخ فيه. نفترض انسخ على سطح المكتب، هضغط كليك يمين في مكان فاضي واختار كلمة اسمها بيست او لصق. انا الحاجة اللي عملت لها عملية نسخ هلصقها هنا، هلصقها في المكان ده اهو، بعد اتحطت نسخة تانية منها. تعالوا كده نرجع للمجلد الأساسي، موجودة، فهي موجودة هنا وموجودة على سطح المكتب. ليه؟ لأن هو أخد نسخة زيادة منها، عشان أخد نسخة زيادة منها. طيب أنا دلوقتي
عايز اعمل لها عمليه قص، انا عايز اشيلها من المكان اللي فيها، مش عايز اسيبها هنا، عايز اشيلها خالص من المكان ده. فاروح اضغط كليك يمين واختار قط او قص. السؤال ده مهم جدا لان بيجي في الامتحان الدولي، يقول لك اعمل نسخ الملف، اعمل قص الملف، اعمل لصق الملف. الحاجات دي مهمه. انا هختار قط. قط معناه حاجه زي المقص كده، انا بقصه، انا هشيله من المكان اللي فيه اهو. فتلاقيه عمل ايه؟ نسبه بهتان على الملف. تعالوا كده نروح في مكان فاضي، قلنا علشان نلصقه نعمل ايه؟ كليك يمين في مكان فاضي واختار حاجه اسمها بيست او لصق. فهو حطها لي في المكان ده. تعالوا كده نروح للمجلد الاساسي، مش موجوده. ليه مش موجوده؟ لان انا عملت لها عمليه قط او قص، انا شلتها من المكان اللي فيها وحطيتها في مكان تاني، حطيتها في مكان تاني. فده الفرق ما بين الكوبي والقط والبيست. الكوبي بياخد نسخه احتياطيه، والقط بيشيلها من المكان اللي فيه، والبيست بيعمل لي عمليه لصق. لصق ليه؟ طب لو قلت لك ابعت لي الملف ده على سطح المكتب، طالما قلت لك ابعت لي معناه انت هتعمل عملية ارسال، هترسل الملف، هترسل الملف. فاروح اضغط كليك يمين على الملف اللي عايز تبعته على سطح المكتب واختار كلمة اسمها send to، يعني ارسال الى، ارسال الى. لو قلت لك ابعته لي على سطح المكتب، اروح ادور على كلمه ديسكتوب او سطح المكتب. طب لو قلت لك ابعته لي عن طريق البلوتوث، اروح اختار بلوتوث ديفايس. طب لو قلت لك ابعته لي عن طريق الفلاشه، لازم الاول على الجهاز عندي اكون موصل فلاشه. فانا وصلت فلاشه اهو، هضغط كليك يمين عليها واقول له سند تو، يعني هتبعتها لي على ايه؟ على الفلاشه. ادور هنا على اسم الفلاشه، انا اسم الفلاشه بتاعتي يو اس بي درايف، ده اسم الفلاشه. طيب اليو اس بي هي اختصارت ايه؟ يونيفرسال سيريال بس، يونيفرسال سيريال بس، ده اختصار اليو اس بي. طب الدي في دي هي اختصارت ايه؟ الديجيتال فيرساتايل ديسك، اللي هو القرص المدمج، عندي سي دي وعندي دي في دي، وانا اعرف الفرق ما بينهم كمان شويه. انا اقول له عمل، انا هبعت الملف ده على ايه؟ على الفلاشه بتاعتي. طيب بيجيب لك سؤال برضه في الامتحان الدولي مهم جدا جدا جدا، بيقول لك شل الفلاشه، قم بعمل ازاله للفلاشه بامان. انا دلوقتي حاطط فلاشه، شايفين السهم اللي من تحت ده اللي في التاسك بار او شريط المهام؟ هدوس عليه، هدور على شكل الفلاشه، فين شكل الفلاشه؟ اهي شكل الفلاشه. بيقول لي اعمل عمليه ازاله الفلاشه بامان، هضغط كليك يمين على شكل الفلاشه، كليك يمين، واقول له كلمه اسمها ايجكت، يعني تجاهل، يعني هتشل الفلاشه بتاعتي. هدوس عليه، شل الفلاشه. تاني، ادي الفلاشه بتاعتي، وهنزل في التاسك بار تحت على السهم ده اللي طالع لفوق، وادور على شكل الفلاشه، اضغط كليك يمين عليه واختار حاجه اسمها الايجكت. ما ينفعش حد يحط فلاشه في جهازه ويشيلها كده من غير ما تعمل الامر ده، ان كتر ما انت بتشيل الفلاشه من غير ما تعمل الامر اللي هو بتاع ايجكت، الفلاشه بتتحرق معانا. فبنسال نفسينا هي الفلاشه باظت ليه؟ بسبب كده لازم اشيل الفلاشه بامان من امر ايجكت. انا كده هشيل الفلاشه طالما عملت له عمليه ازاله بامان. طيب في سؤال بيقول لك ادخل لي على شبكه الانترنت، بيدي لك اسم شبكه انترنت وبيدي لك الباسورد برضو من نفس المكان، وتروح على شكل الانترنت، هنا هتدوس عليها وتدور على اسم الشبكه اللي هو قايل لك عليها. نفترض قال لي على الشبكه دي، واقول له كونكت او اتصال، هتعمل لي اتصال بالشبكه. طيب بعد ما بعمل عمليه كونكت، اروح اكتب الباسورد اللي هو مدهوني، اكتب الباسورد اللي هو مدهوني.
هنا الشبكة بتاعتي بيقول لي كونكتد، متصل. انت متصل هنا باسم الشبكة. جيت مثلا كمثال، جيت دخلت على اس بي سي، رحت اخدت ملف زي ده، عملت له عملية كوبي او نسخ، ورحت دوست على بيست او لصق، عندك في حاجه اسمها البيست شورت كات. كلمه شورت كات ان هو بياخد نسخه من النسخه. يعني ايه بياخد نسخه من النسخه؟ هو نفس البيست بس او نفس الكوبي بس، شورت كات بياخد لك اختصار ليها. ادي كوبي، ورحت اخترت ايه؟ البيست شورت كات. شايفين عمل ايه؟ هو بس كاتب لي في الاخر كلمه شورت كات، هو اخد نسخه من النسخه الموجوده عندك، اهو نسخة من النسخة الموجودة عندك، فده كلمة شورت كات يعني اختصار. عندي حاجة زي كده اسمها مندري، قلنا علشان اثبتها على التاسك بار هعمل ايه؟ قلنا اللي بيظهر معايا الخيارات بتاعتي اللي هو كليك يمين، هضغط كليك يمين عليه وادور على كلمة تخص تثبيت اللي هو بن، فانا عايز اثبته على شريط المهام اللي هو التاسك بار، اقول له بن تو تاسك بار، تثبيت على شريط المهام. اللي حصل من تحت ان هو اتثبت معايا على التاسك بار. طيب عايز اشيله، هضغط كليك يمين عليه وهقول له ان بن، يعني ازاله من التاسك بار او من شريط المهام، اهو كده شالهولي من التاسك بار. دي قائمة ستارت بالنسبة لي، فأنا عايز أثبت مندلي في قائمة ستارت، قلنا تثبيت يعني بن، فأختار كلمة اسمها البن تو ستارت، تثبيت في قائمة ستارت. أدور فين أهو اتثبت عندي، أهو اتثبت عندي في قائمة ستارت. هضغط كليك يمين وراح أقول له إيه؟ أنبن فروم ستارت، أنا عايز أشيله من قائمة ستارت. الميزه في ويندوز 10 وويندوز 11 ان هو هنا بيرتب معاك البرامج ترتيب ابجدي من الاي للزد. يعني لو جيت فتحت قائمه ستارت هلاقيه مرتب معاك البرامج بتاعتك من الاي للزد اهي. انا دلوقتي عايز ابحث نفترض على برنامج الاوتوكاد، هروح في علامه السيرش اللي من تحت واروح اكتب اسمه، اسم البرنامج اوتوكاد اهو، واروح افتح. عايز ابحث كمثال على الريفت اهو، اكتب اي حاجه عايز ادور عليها، الوورد مثلا اهي، الباوربوينت، وهكذا، اي حاجه عايز ادور عليها بكتبها في شريط البحث من تحت. طيب جيت دلوقتي دخلت على زيز بي سي، تمام، ايا كان فتحت الملف وعايز ابعت الملف ده على ايه؟ سطح المكتب زي ما قلنا، ازاي؟ سند تو، واختار ديسكتوب او سطح المكتب. طيب انا دلوقتي عايز احذف الملف ده، احذفه ازاي؟ كليك يمين عليه وادور على كلمه تخص حذف اللي هو ديليت، ديليت او حذف، انا دوست على ديليت. فانا بيسالك سؤال بيقول لك انت متاكد ان انت عايز تحذفه؟ اقول له يس. بس خلي بالك احنا عملنا حذف تقليدي. يعني ايه حذف تقليدي؟ يعني راح لسله المحذوفات. بيسالك سؤال في الامتحان الدولي، احذف الملف الفلاني وقم بعمليه استعاده ليه. هروح افتح سله المحذوفات الريسايكل بن، وهضغط كليك يمين على الملف، هضغط ايه؟ كليك يمين على الملف، عايز استعيده هقول له ريستور او استعاده، ريستور او استعاده، انا هستعيد الملف بتاعي اهو.
فكده رجع فين؟ رجع لنفس المكان اللي اتحذف مني، رجع لنفس المكان اللي اتحذف مني. حاضر يا هندسة، كل ده هناخده مع الوقت. حاضر، رجع لنفس المكان اللي انا حذفته منه. طيب نفترض دلوقتي انا عايز احذف ده حذف نهائي من الجهاز، مش عايز اروح سلة المحذوفات. لو ملاحظين ان الريسايكل بن هنا ايه، فاضية، فهدوس على شيفت مع ديليت من لوحة المفاتيح، شيفت مع ديليت. حتى هنا عمل لك عملية او علامة اكس، يقول لك انت متأكد ان انت عايز تحذفه حذف دائم من الجهاز؟ اقول له يس، فاتحذف معايا، اتحذف معايا من الجهاز بتاعي. دلوقتي لما تيجي تحذف اي حاجة في الدنيا، اي حاجة بحذفها اهو، انا هحذف ده، ظهرت معاك رسالة. طب انا مش عايز الرسالة دي تظهر معايا، انا عايزه يحذف على طول. هروح اضغط كليك يمين على الريسايكل بن او سلة المحذوفات. احنا قلنا اي حاجة في الدنيا علشان اظهر الخصائص بتاعتها اروح اختار بروبرتيز او خصائص. طيب هنا تحت هتلاقي متعلم على كلمة اسمها display delete confirmation dialog. هنا معلم علامة صح، تعالوا كده نشيل علامة الصح واقول له apply يعني تطبيق، بعد كده اقول له اوكي. تعالوا كده نحذف ده حذف تقليدي، حذفهولي بدون ما يجيب لي اي رساله. كليك يمين تاني اهو واختار بروبرتيز او خصائص واروح اعلم علامه صح على الديسبلاي ديليت، هيظهر معايا الرساله. طيب لو شلت علامه الصح مش هيظهر معايا الرساله بتاعتي. وعشان اعمل استعاده لاي ملف هنا كليك يمين واختار ريستور او استعاده، ريستور او استعاده. حتى من فوق خالص ظهر معاك امر جديد اسمه الريسايكل بن تولز، الادوات الخاصه بسله المحذوفات. هنا بيقول لي امتي ريسايكل بن، يعني هتعمل لي عمليه تفريغ لكل حاجه موجوده في سله المحذوفات، يعني هتحذف لي اللي جوه كمان، انا مش عايز اعمل له استعاده، انا هحذفه، انا هفرغ سله المحذوفات. طيب اللي جنبها الريسايكل بن بروبرتيز، تعالوا كده ندوس عليها، ظهر معايا نفس الخصائص اللي ظهرت معايا من بره. طيب هقول له ريستور اول ايتم، هيعمل لي انا لو عندي اكتر من مجلد اهو، انا عندي دلوقتي اهو اكتر من ملف موجود داخل ايه، داخل سلة المحذوفات. انا عايز يعمل استعادة لكل ده، هقول له ريستور all item من غير ما احدد اهو. Are you sure you want to restore all the item from the recycle bin؟ انت متأكد ان انت عايز تعمل استعادة لكل الملفات الموجودة في سلة المحذوفات؟ اه، فكل الملفات رجعها لك في نفس المكان اللي اتحذفت منه. احذف ده تاني، ادي الرسالة، ونروح على سلة المحذوفات. طيب انا حددت الملف ده وعايز اعمل استعاده لده، بس اروح اختار حاجه اسمها ريستور ذا سيلكتد ايتم، هتعمل لي استعاده للملف اللي هو متحدد، للملف المتحدد اهو، عايز احذفه ام بي تي او ام تي ريسايكل بين. فطالما ظهر علامه الاكس معناه ان انت عايز تشيله او تعمل له حذف نهائي من الجهاز بتاعك اهو، انا حذفته من الجهاز بتاعي. طيب ده بالنسبه لي سله المحذوفات بتاعتك، لان برضو ده بيجي عليها سؤال في الامتحان الدولي بيقول لك قم باستعاده الملف الفلاني من سله المحذوفات، بيدي لك اسم الملف اللي هو عايزه. تمام، كويس خالص. الصورة، طيب هل لحد الآن في مشكلة في الصوت أو في مشكلة في الصورة أو في مشكلة في التأخير أو لحد الآن بتواجه أي مشكلة؟ طيب باقي الناس كله تمام؟
هو لو كده هيبقى في مشكلة في النت عند حضرتك، يعني الصورة بتقطع. تمام، طيب هل الشرح لحد الآن في أي مشكلة، أو هل في معلومة عدت الناس بسبب موضوع النت؟ هل في معلومة مش واصلة للناس؟ لحد الآن الأمور بسيطة. أنا عارف إن كمية المعلومات كتيرة، بس إحنا لسه يعتبر بناخد، ما وصلناش ل 5% من اللي هناخده في الويندوز ده. أولا إحنا زي ما قلنا هندربك على الامتحان الدولي، والحاجة التانية أنا هديهولك برضو كاستخدام شخصي، يعني الكورس ده هيدخلك الامتحان الدولي وتعدي الاختبار وتنجح فيه في ال3 حاجات، الاي سي دي ال تيتشر واي سي 3، وكمان هيعلمك اصلا ازاي تستخدم الكمبيوتر بشكل عام. اتمنى الامور لحد الان تكون بسيطة وما تكونش في اي صعوبة على الناس. طيب حلو خالص لحد الان. طيب ده بالنسبة لزيز بي سي، تعالوا كده ندخل على زيز بي سي. بيجيب لك سؤال تاني في الامتحان الدولي، صلاة العشاء. بيقول لك قم بعمل توسعة للديسكتوب. شايفين السهم ده اللي من تحت؟ ايه معنى ان انت هتعمل عملية توسعة؟ يعني هتظهر الملفات الموجودة داخل الديسكتوب، اهو ظهرت تحت، هتظهر الملفات الموجودة داخل الدوكومنت او المستندات اهي. هي يا اما هتكون موجودة بالشكل ده، يا اما هتلاقيها موجودة علامة الزائد، علامة زائد. فعلشان اعمل عملية توسعة لملف عندي، يا اما ادوس على الزائد اللي هتظهر معاك على حسب النسخة، يا اما على السهم ده، علشان يظهر معاك كل الملفات اهي اللي هي داخل فين؟ اللي هي داخل المجلد الرئيسي او الدرايف او الملف، ايا كان الحاجة اللي هو قال لك عليها. دلوقتي انا دخلت على ملف زي ده، بيجيب لك سؤال في الامتحان بيقول لك رتب المجلدات الموجودة هنا اللي هو داخل مثلا الدي. هضغط كليك يمين، قلنا نرتب ازاي؟ سورت باي، واروح اختار، هو قال لك رتب بواسطة مثلا الاسم، اختار النيم، بواسطة مثلا النوع اختار التايب، اهو هرتب بواسطة، خلينا ننام زي ما احنا. طيب لو قال لك رتب ترتيب من الايه للزد اللي هو ascending اهو، طب لو قال لك رتب ترتيب من الزد للايه descending، يجيب لك سؤال بيقول لك رتب بواسطة الاسم بس ترتيب تنازلي او ترتيب تصاعدي من الايه للزد او من الزد للايه، فاختار ascending او descending على حسب ما هو قال لي. ascending هيرتب من الـ A للـ Z، اما descending هيرتب من الـ Z للـ A. طيب عايز اغير طريقة العرض بتاعة الملفات دي، هتدور من فوق خالص هتلاقي في كلمة اسمها view او عرض. الحاجات دي ان شاء الله هناخدها المحاضرة الجاية بالتفصيل كلها، اللي هي home و share و view. انا دلوقتي عايز اغير طريقة العرض بتاعت الملفات الموجودة عندك. الملفات دي هتروح من فوق على امر اسمه فيو، وتختار طريقة العرض اللي انت شايفها اهي. ساعات بيقول لك ايه، اظهر او غير طريقة العرض بتاعت الايقونات واظهر التفاصيل بتاعت كل ايقونة. هو عايز يعرف حجم الايقونة او حجم المجلد او حجم الملف، فبختار حاجه اسمها الديتيلز اللي هي التفاصيل. هتلاحظ ان في الجنب ظهر معاك التفاصيل بتاعته اهي، تفاصيل كل ملف، ادي تفاصيله، ادي المساحه بتاعته، ادي المساحه بتاعته، ادي المساحه بتاعته. ساعات يقول لك عايزك تكتب لي الحجم او المساحه بتاعه السكرين شوت، ايا كان الاسم اللي هو بيديه لك. فبغير طريقة العرض لديتيلز أو تفاصيل، هتنزل تحت السايز هتلاقي في كلمة اسمها سكرين شوت، وتدور على الحجم بتاعه بيقول لي 62 كيلو بايت. فده لو سألك سؤال الحجم بتاعه، ساعات بيقول لك غير طريقة عرض الأيقونات بحيث يظهر معاك التفاصيل الخاصة بكل مجلد أو كل ملف. طيب
ادي كلها طرق عرض، انا بختار الطريقة المناسبة ليا. طيب بص، انا قايلين ايه؟ انا دلوقتي نفترض عندي احجام كتيرة بالشكل ده، جنب السايز في سهم نازل لتحت، فبيقول لي انت عايز تظهر ايه دلوقتي؟ انا عايزك تظهر لي الملفات اللي هو من 0 ل 16 كيلو بايت. لا، انا عايزك تظهر لي الملفات اللي هي من 1 ل 4 جيجا بايت اهي. طب لا، انا عايزك تظهر لي مثلا الملفات اللي هي من 1 لحد 128 ميجا بايت اهي. من فين؟ دي كلها من هنا زي ما احنا اتفقنا. طيب النوع، تختار النوع اللي انت بتدور عليه، سواء كان ابلكيشن اهو بيظهر معاك الابلكيشن، سواء كان مثلا فايل ملف، سواء كان فولدر، سواء كان جي بي جي، سواء كان مستند وورد، سواء كان بي ان جي، فده بيظهر معاك هنا. دي انواع مختلفة. هنا برضو التاريخ، شوف التاريخ اللي انت عايز تظهره هنا من ايه اهو. انا عايز اظهر الملفات اللي انشأتها بس 2020، فبختار التاريخ من هنا واظبط التاريخ بتاعي. طيب الاسم برضو انت عايز تظهر ايه؟ اول حاجة بيقول لي من ال للاتش، ولا من الاي للبي، ولا من كيو للزد، ولا عايز تظهر اكتر، ولا عايز تظهر ارقام من 0 ل 9. فالسهم اللي جنب كل واحدة فيهم بيظهر معاه خيارات اكتر. طيب بيجيب لك سؤال في الامتحان الدولي بيقول لك اظهر لي الملفات اللي هي اكبر من مثلا 20 كيلو بايت. فبروح في السيرش هنا، في السيرش هعمل اكبر من، واكتب 10 كيلو بايت، كده ظهر معاك الملفات الاكبر من 10 كيلو بايت. طب انا عايزك تظهر لي الملفات اللي هي اكبر من 1 جيجا بايت اهي. بيظهر معاك الملفات اللي هي اكبر من 1 جيجا بايت، ده فين؟ في السيرش فوق. طيب قلت لك اظهر لي كل الصور اللي عندك، طيب امتداد الصور ايه؟ احنا كنا واخدين ان امتداد الصور الجي بي جي او البي ان جي او الجيف. طيب هروح هنا، قلنا الامتداد الاول بتعمل له دوت، واكتب الامتداد بتاعي مثلا دي او سي اكس، فظهر معايا مستندات الوورد بس. لا، انا عايزك تظهر معايا الصور، اروح اكتب جي بي جي، فظهر معاك الصور بس. ده عملية البحث. لحد الآن أتمنى ما يكونش في أي مشكلة مع الناس. طيب هنا زي ما قلنا ده الساعة والتاريخ، دي هنا الـ ENG اللغة بتاعتك اللي هو الإنجليزي، عايز أغيرها هضغط عليها وأختار عربي أو اللغة التانية، أو أختار اللغات اللي أنا مثبتها. وهنعرف ان شاء الله باذن الله المحاضرات الجايه ازاي نثبت اكتر من لغه على الجهاز عندي. تمام، ده زي ما قلنا ده الصوت بتاعي اهو، دي البطاريه، قلنا ده البلوتوث، ده زوم، ده برنامج تيمز، ده الوان نوت، دي اللي هي الاشعارات اللي بتظهر. انا هخفي الاشعارات اهي، بخفيها. دي برضه هندرسها بالتفصيل الممل مع قفل الجهاز من قائمة ستارت. هروح على علامة الباور، شيت داون بيعمل لي إغلاق نهائي للجهاز، أما ريستارت بيعمل لي إعادة تشغيل. طيب أما السليب والهايبر نت الاتنين بيخلي لي الجهاز في وضع سخون. طيب الهايبر نت كأني بعمل إيقاف، أو كأني بعمل إيقاف تشغيل للجهاز بتساوي الشيت داون. الهايبر نت لو فاتح ملفات، فاتح ملفات، انا دلوقتي فاتح ايه؟ انا دلوقتي فاتح المستند بتاع الوورد، فاتح مش عارف زوم، فاتح متصفح الانترنت، فاتح مش عارف ايه، فروحت عملت هايبر نت او هايبر نت، هيقفل الجهاز وهيخليه في وضع الثبات او سكون. بس لما اجي اعمل له اعاده تشغيل تاني هيعمل ايه؟ كل الملفات اللي انا كنت فاتحها هتكون موجوده هي مثل قفل، مش هتتقفل. اما السليب مش بيحافظ لي على الملفات، السليب بيخلي لي الجهاز في وضع السكون خالص.
بيغلق لي الملفات بتاعتي، ده السليب. الهايبر نت الميزه فيه ان انا ممكن اخليه ليومين او 3 ايام على وضع الهايبر نت. زي ما قلنا الفرق ما بين الاربعه، الهايبر نت الميزه فيه ان انا دلوقتي لو نفترض انا مسافر وعايز اخلي الجهاز بدل ما اقفله واشغله تاني انا هخليه في وضع السكون سليب. سليب لو خليت الجهاز اكتر من يوم او يومين او 3 ايام او مر اسبوع وحطه على وضع السليب بيأثر معايا على الجهاز، بيأثر معايا على السرعة بتاعته، بيأثر معايا على البطارية، بيأثر معايا على الكواليفيكيشن مؤهلات بتاعة الجهاز، بيأثر معايا على الأداء. أما الهايبر نت عادي كأني عامل له شت داون، كأني عامل له إيقاف تشغيلي. فالهايبر نت الميزة فيها إن أنا ممكن أخلي الجهاز من يومين لثلاث أيام وأعمل له هايبر نت، أعمل له إيقاف. اما السليب في وضع السكون هو الجهاز مطفي بس المكونات من جوه شغاله، فده هيأثر معايا على الجهاز فيما بعد كده. اتمنى ان لحد الان تكون الامور بسيطه مع الناس، وزي ما اتفقنا ان احنا مش هنطول على الناس غير موجوده في ويندوز 10. ان شاء الله باذن الله يا هندسه، محاضره بكره هنتعلم ازاي نظهرها مع بعض. هديها لك كمعلومه كده سريعه، هضغط كليك يمين على سطح المكتب واختار حاجه اسمها ديسبلاي سيتنج، اعدادات الشاشه. وادور مثلا يا اما هتلاقيها ناحيه اليمين، يبقى تاني كليك يمين على سطح المكتب. انا دلوقتي عايز اظهر ايه؟ الهايبر نت مش موجوده، عايز اظهرها. كليك يمين على سطح المكتب واختار حاجة اسمها Display Setting أو Screen Setting، إعدادات الشاشة، وهأدور على كلمة اسمها Advanced أو Advanced Display Setting، إعدادات الشاشة. إما هتلاقيها من تحت إما هتلاقيها ناحية اليمين. حلو، فاروح اختار Advanced Display Setting. انا اسف هي مش موجودة هنا، تمام، هي كانت عن طريق الباور اند. تمام، موضوع ال Advanced دي هنسيبها برضو المحاضرة الجاية معلش، لان برضو فيها اوامر اكتر. فانا دلوقتي عايز اظهر الهايبر نت، بروح على حاجة اسمها الباور اند سليب. شايفين علامة الباور اهي في الجنب، نفس العلامة اللي من تحت اهي، واروح على كلمة اسمها الباور اند سليب، وهدور على كلمة هنا اسمها الاديشنال باور سيتنج، يعني اعدادات اضافية لزر الطاقة او زر التشغيل، هدوس عليه. واروح اختار من ناحية اليسار كلمة اسمها تشويس وات لوسينج ذا ليد داز، وعندك حاجة اسمها choice what the button what the power button does. عند الاثنين دول، عند الخيارين دول اختار منهم ايه؟ اختار منهم الاختيار الاول choice what the power button does. طيب الخطوة اللي بعد كده انا عايز اغير الاعدادات، اقول له change setting، تغيير الاعدادات، واروح اعلم علامة صح على الهايبر تاني. كليك يمين على سطح المكتب واختار Display Setting، اعدادات الشاشه. انا عايز اظهر ايه هنا؟ الهايبر نت اللي هو جزء اضافي لزر الطاقه. فين كلمه معناها طاقه هنا؟ الباور اند سليب، الباور اند سليب، الباور اند سليب. ناحيه اليسار في عندك قائمه اختار منها الباور اند سليب، ومن ناحيه اليمين يا اما هتلاقيها تحت اختار حاجه اسمها الاديشنال باور سيتنج، اداه اضافيه لزر الطاقه. واروح من ناحيه اليسار هنا اختار حاجه اسمها تشويس و دز بالخط اعدادات، هقول له تشينج،
واروح اعلم علامة صح على كلمة اسمها الهايبر نت. الهايبر نت تعلم عليها علامة صح وتقول له من تحت كلمة اسمها save change، احفظ لي التغيرات بتاعتي. save change معناها حفظ التغيرات، حفظ التغيرات. طيب اي ملف عندي في الدنيا، ملف زي ده مثلا او ملف زي ده، عايز اعمل له عملية ضغط، يعني اقلل الحجم بتاعه، بدل ما هو 1 جيجا بايت اخليه 500 ميجا بايت. هضغط كليك يمين وادور على كلمة او على شكل الكتاب ده اللي انتوا شايفينه. طيب اضغطه ازاي؟ اتأكد ان في الاخر موجود الامتداد بتاع الكتاب اللي هو الـ RAR، RAR هدوس عليها. يبقى هقول له add to، يعني اضافة الى RAR، فحول معايا لشكل الكتاب. تمام، انا مش عايزه، انا هحول ده مثلا لشكل كتاب كمثال. هاخد وقت معايا، مش بيحول، نجرب حاجة سريعة. انا عايز اجرب حاجه كده ما تاخدش وقت معايا، يعني انا هرجع زي المكان التاني، خلي الفرش. طيب انا دلوقتي عايز استخرج الملفات اللي من جوه، كليك يمين عليها واختار كلمه اسمها اكستراكت فايل او اكستراكت هير، استخراج هنا. هيطلع لك كل الملفات تلقائي الموجوده جوه، حطها لك بره. اكستراكت هير معناها استخراج هنا. طيب لو عايز افتح المجلد من جوه او الملف المضغوط اكستراكت فايل، هدوس عليها فتح معايا. فبيفتح معاك هنا اعدادات اضافيه، فالاعدادات الاضافيه دي هناخدها بالتفصيل برضو المحاضره اللي جايه. انا عشان اعمل له عمليه استخراج هقول له اكستراكت هير، يعني استخراج هنا. ده بالنسبة لجزئية محاضرة النهاردة، ومش هطول على الناس أكتر من كده. محاضرة غدا إن شاء الله هنكمل بإذن الله الـ Display Setting والـ Personalize أو التخصيص، هناخد الاثنين دول بالتفصيل الممل بكل الأوامر اللي جوه، وهناخد جزء التاسك بار ده كله هنشرحه برضه بالتفصيل مع بعض إن شاء الله، وهنشرح كمان بكرة اللي هو الأوامر اللي من فوق اللي هي الـ View والكمبيوتر والفايل. زين لو في وقت معانا ان شاء الله هنكمل اللي هو الكنترول بانل او لوحه التحكم، والمحاضره اللي بعدها هناخد جزء السيتنج او الاعدادات بالكامل، وهنشرح برضو الجزء ده بالكامل معايا، وهندخل بعد كده على الجزء الثاني اللي هو الانترنت. طيب لحد الان اتمنى الامور تكون بسيطه. احنا هنشتغل شغلنا كله في الاول النظري، انا اسف العملي. هخلي الاسئله النظريه اللي بتيجي في الامتحانات الدوليه في اخر القرص. انا في ملف فيه الاسئله اللي بتيجي لك في الامتحانات الدوليه، هنسالها مع بعض ونجاوبها مع بعض، بحيث ان كل واحد يكون فاهم هو بيجاوب على الاسئله مش حافظ. الامتحانات الدوليه عايزه واحد فاهم وليس واحد حافظ، فالامور بسيطه والامور سهله ان شاء الله. لحد الآن في أي مشكلة مع الناس؟ محاضرة النهاردة كانت سهلة، كانت بسيطة على الناس، ولا كان في بعض المشاكل مش واضحة فيها؟ محاضرة النهاردة فيها أي أدنى مشكلة؟ أمور كانت بسيطة مع الناس؟ الحمد لله. إحنا حاليًا شغالين السيات. الحاجات اللي احنا خدناها النهارده هنتطرق ليها بعد كده في كل برنامج، فاحنا بنبدا بالاسهل بعد كده بالاصعب. اتمنى ان الامور النهارده كانت سهله، كانت بسيطه، الناس تطبق. انا هشرح لك دلوقتي، بس انت لو ما طبقتش ورايا هتنسى كل معلومه انا قلتها. اتعود دايما ان المحاضر بيكون عليه 20%، 80% الباقي بيكون عليك انت كمتدرب، كحد حاضر كورس معين،
وهكذا. فربنا يوفقكم ان شاء الله. اتمنى الناس تكون استفادت من محاضرة النهارده. اتمنى ما اكونش ان انا كنت شخص تقيل عليكم النهارده. فان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم. ما هي ساعة؟ انا مش هطول على ساعة ان شاء الله. يعني احنا بدأنا الساعة 6 الا ربع، خلصنا الساعة 7، يعني ساعة وربع. هو الفكرة نفسها انا مش هطول على ساعة، يعني من ساعة لساعة ونص ان شاء الله، ممكن اقل. كل قصة يعني مش عايز نزود كمية معلومات كتير على الناس في اليوم عشان الناس ما تملش ولا تتعب معايا. وبإذن الله بإذن الله لحد آخر يوم هتشوفوا. أنا عايز الناس تعمل مقارنة لنفسها من أول يوم بدأت فيه الكورس لحد آخر يوم. الناس اللي أخدت معانا الدبلومة قبل كده شافت الكلام ده بنفسها. فإن شاء الله تلاحظوا إن في تغير كتير في جزء الأي سي 3 أو الأي سي دي ال أو الأي سي دي ال تيتشر الكمبيوتر عموما. تلاقي البرامج إن شاء الله بسيطة وسهلة معاك. برضو البرامج عموما هتتشرح بطريقة سهلة، أسهل ما يمكن، بس إن هي تكون الناس للاستيعاب. ما اشرحش حاجة بطريقة صعبة وتكون الدنيا صعبة على الناس، لا، هتكون الأمور بسيطة، الأمور سهلة، ما تقلقوش من اللي جاي إن شاء الله. وإن شاء الله بإذن الله الأمور تكون بسيطة مع كل الناس. لا، مفيش مشكلة لو طبقت على ويندوز 10 إن شاء الله، مفيش أي مشكلة. ويندوز 7 أنا آسف، مفيش أي مشكلة لو طبقت على ويندوز 7، مفيش أي أدنى مشكلة. فبالتوفيق لكم إن شاء الله بإذن الله. وبرضه لو احتجتوا أي حاجة في الدعم الفني يا باشمهندس أحمد حسام معاكم. ولو محتاجين أي حاجة في محاضرة النهاردة مش واضحة، يا ريت برضه تبعتوا على الجروب بتاع الواتساب، يا إما الناس تحضر الأسئلة اللي هي واقفة معاها ونشرحها المحاضرة اللي جاية. فبالتوفيق ليكم بإذن الله، وربنا يوفقكم إن شاء الله. بإذن الله ميعادنا بكرة الساعة 5:30، ميعادنا بكرة الساعة 5:30، تمام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق.